إذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نتغلب على العقبات التي تواجه اللغة العربية، لأن اللغة العربية تقابلها بعض العقبات التي تعوق سيرها بشكل صحيح، والتي تؤخر التقدم التي تشهده اللغة في الأعوام الماضية. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نعرف العقبات لأن نعالجها، وأهم شيء التمسك بالإسلام وكثرة قراءة القرآن والاهتمام بالفصحى. لكن من العقبات عدم الاهتمام بكتابة اللغة العربية صحيحة في مجالات البحث العلمي، وعدم استخدامها كلغة خاصة في الأبحاث الأكاديمية والعلمية، وعدم تأثير اللغة الأصلية على اللسان العربي، بل اختلطت اللغات الأخرى على ألسنتهم مثل العامية والفرانكو عرب، وهذا أدى إلى استبدال اللغة العربية بالكثير من اللهجات الأخرى التي قد تكون سبباً في ضياع الفصحى. وأيضاً من العقبات قلة الاهتمام التكنولوجي للغة العربية، والتي اعتمدت على تطبيقاتها وبرمجتها على اللغات الإنجليزية أو العالمية كما قالوا، وهذا أدى إلى قلة التفكير ببرمجة التكنولوجيا إلى اللغة العربية. وأيضاً الاعتماد في برامج الإنترنت على الأرقام واللغة اللاتينية التي أصبحت من المصمم الرئيسي للصفحات الإلكترونية، مع أنه من الممكن استخدام الأرقام والحروف العربية بدلاً من اللغة اللاتينية المستخدمة حالياً. فيجب على أمة الإسلام، أمة العرب وأمة الإسلام خاصة، أن يبينوا فضل اللغة العربية، وأن يكون في العلم لها أساس.